اكيد كنا نتمنى الفوز بالبطولة، واكيد كنا نتمنى نفرح النهاردة، بس على الاقل احنا فخورين بمجهود اللعيبة، فخورين بمحاولاتهم. كل الناس النهاردة بتدي اللعيبة حقها وبتدي المنتخب حقه، اكيد زعلانين على اللقب، ولكن ما نقدرش نقول ان اللعيبة قصرت، لا، اللعيبة حاولت واللعيبة اجتهدت، ظروف صعبة جدا. بتبدأ البطولة بإصابة أكرم توفيق، بعمر كمال بيعمل اللي عليه، ما بيكونش موجود النهاردة إمام عاشور بيكون موجود. بتشوف في نفس الوقت إصابة الشناوي اللي كان بيتقال عليه في بداية البطولة أنه 50% من قوة المنتخب، بتلاقي أبو جبل بيسد مكانه وبيكون راجل وبيكون قد المسؤولية وبيكون عند حسن ظن كل الشعب المصري، ودموعه النهاردة غالية علينا. كمان حجازي ولاعب مهم جدا بيغيب نتيجة الإصابة، بتشوف مكانه ثنائي زي الونش ومنعم، الاتنين بيلعبوا بروح وبيسدوا مكانه. فمحدش اتأخر بحاجة، محدش بخل بمجهود، حاولنا. والمهم جدا ان لو النهاردة كان في خطوة على الحلم ما قدرناش نحققها، فعندنا حلم قريب جدا مع نفس المنافس وهو السنغال، ما ينفعش نفرط فيه، ولازم نبني من النقطة دي. واوعوا ترجعوا لنقطة الصفر، لان دي هتكون اكبر غلطة ممكنة.